لله وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك من مجالس شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه وإياكم وزاده الله تعالى من الخير والإيمان، وجعله مباركا أينما كان، وبارك في علمه وأهله وماله وولده ولك والسامعين جميعا بمثل، بارك الله فيك. واليوم إن شاء الله تعالى على مائدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، على مائدة الإمام البخاري رحمه الله التي جمع فيها ما صح لديه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، نستلهم منها الهدى والنور إن شاء الله تعالى. فأقرأ على شيخنا حفظه الله ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه، فيعلق بما فتح الله عليه موفقا مسددا إن شاء الله تعالى. ولك بمثل السمعين والسماعات، تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان. وكيع، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، باب كتابة العلم. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وهذا الحديث اختلف فيه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فروي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سعيد من قوله، ورجح عدد من أهل العلم وقفه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال بعض العلماء: ولو سلم الخبر كان محمولا على أمر، وهو الحفاظ على القرآن من أن يختلط بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسد الذريعة منع النبي إن ثبت الخبر كتابة الحديث عنه، وقال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. ولكن هذا الخبر لو سلم سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو منسوخ بما سيأتي من الأحاديث المرخصة في كتابة العلم وما في غيرها أيضا. وفي الباب حديث سنده ضعيف، وهو: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وإن كان معناه صحيح، لكن كسند لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا مصطفى اترك، يا مصطفى. قول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام. صنف بعض العلماء فيه تصنيفا: هل الأولى ابن سلام التجديد، بريء يا شيخ مصطفى، بريء أنت، هل هو ابن سلام أو ابن سلام؟ وبعد عمله كتابا في ذلك تبين أن الصواب في خلاف ما كتب، فهو ابن سلام. نعم، البيكندي، تفضل يا شيخ. قال عن من؟ قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع. وكيع هو ابن الجراح ابن مليح، ثقة بين ضعيفين، ابنه ضعيف وأبوه ضعيف. ابنه سفيان ضعف بسبب وراق السوء، كان له كاتب سيء يدس في أحاديثه ما ليس منها ويزيد زيادات ليست في الأحاديث، فنصح بإبعاده فلم يقبل النصح فضعف. وأبوه الجراح ابن مليح ضعيف، فلذلك قالوا: وكيع ثقة بين ضعيفين. هذا ومن المشهور قول المنقول، وإن لم أحرره تحريرا جيدا،
قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فعلق بعض إخواننا عفى الله عنهم من أهل العلم على هذا وقال: وكيع لم تثبت له، الشافعي لم يثبت له لقاء بوكيع. وهذا الكلام خطأ، ففي الأم للشافعي في عدة مواطن حدثني وكيع. تفضل. قال: أخبرنا وكيع عن سفيان. وكيع إذا حدث عن سفيان، فسفيان هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، والغالب أن سفيان إذا كان الثالث في السند فهو الثوري. سفيان بن عيينة أنزل منه. هنالك سفيان آخر لم يخرج له البخاري، سفيان ضعيف، اسمه سفيان ابن حسين. تفضل. عن سفيان عن مطرف عن الشعبي. مطرف ابن طريف، الشعبي عامر ابن شراحيل من همدان، وكان قاضيا فيها، واستمر زمنا يأخذ من هدي شريح في القضاء، وينقل له هدي علي فيفتي كثيرا بما يفتي به شريح وبما يفتي به علي. وأنتم تعرفون طريف قصته على ما يذكرونها أيضا، أنه كان يقضي فعرضت له امرأة حسناء مع زوجها يتقاضيان عنده، فقضى على حيثيات القضية للمرأة، فهجاه زوجها في المجلس، قال: فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان وبطرفي مقلتيها، فكيف لو رأى ساعديها ومعصميها؟ فقام إليه الشعبي يضربه واستقال من القضاء. فكان الأمير آنذاك كلما قابله يمازحه ويقول: فتن الشعبي لما، ويترك الباقي. نعم تفضل. عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: أبو جحيفة اسمه وهب ابن عبد الله السوائي. ايه ده يعني لما يتحرك من عندك انت ولا من عندنا؟ من عندنا ولا من؟ طيب خلاص عرف العلة. تفضل. عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الديات. الشاهد من الترجمة أن عليا معه كتاب فيه العقل، يعني دية الإصبع كذا، دية النفس كذا، دية الأنف كذا، كتاب فيه ديات، فهذا الدليل أنه كتب ذلك، كتب ذلك، فهذا دليل على جواز كتابة العلم. ومن العلماء من قال إنه ناسخ الحديث أبي سعيد لو صح، ولكن هنا يشار إلى الروافض وإلى الجفريين، لأن الشيعة الروافض يقولون: علي كان عنده كتاب وفيه وصية الرسول له بأن يكون الخليفة من بعده، ويقولون كلاما طويلا، ويقول قائلهم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكتب هذا الكتاب لعلي في جلد جفر، الجفر الجدي الصغير أو الكبش المعز الصغيرة، فلذلك مثلا اليمنيون يقولون على الفال الجفران، يعني المعز الصغير يعني، فيقولون كتب ذلك في جلد، الجلد يسمونه الجفر، فلذلك ينسب الجفري فلان الجفري فلان الجفري، منسوب إلى ماذا؟ إلى الجلد الذي فيه بزعمهم وصية الرسول العلي بالخلافة. فيهم يقول الشاعر: برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر، برئت إلى الله من كل رافض أو رافضي،
بصير بأمر الكفر بالدين أعوره. فالجفريون معروفون بهذا. تفضل. يعني كان في صحيفة عند علي فيها ليست الجفري كما يقولون، إنما فيها العقل، يعني الديات، ديات الأذن كم، ديات الأنف كم، وفهم أتاه الله في كتابه، يؤتاه العبد في كتاب الله والقرآن. أما شيء آخر ليس عند علي أي صحيح. تفضل. ففي دليل على جواز الكتابة، لأن علي مكتوب له كتاب فيه العقل. العقل يعني إيه يا محمد؟ الديات. تفضل عبد الله. تفضل. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم الفضل بن دكين من مشايخ البخاري الأثبات الذين أكثر البخاري من الإخراج لهم. وقد عيب عليه أمر، عيب عليه أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، ودوفع عنه في ذلك بأنه كان من ذوي العيال وكان فقيرا، فكان يأخذ أجرا من أجل فقره، فالله أعلم. تفضل. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلامة عن أبي هريرة أن خزاعة قتل، يحيى هنا المعروف بأبي سلامة، ويحيى ابن أبي كثير. يحيى هو ابن أبي كثير، أحيانا يكون يحيى بن سعيد القطان، وحيانا يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، وحيانا يكون يحيى بن سعيد الأموي، وحيانا يكون يحيى ابن سعيد التيمي، لكن هنا لشيخه المعروف به أبو سلمة. تفضل. ويحيى بن أبي كثير. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث. تفضل. تفضل. خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث. أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، كذا قال أبو نعيم واجعلوا على الشك الفيل أو القتل، وغيره يقول الفيل، وسلط عليهم رسول الله. تصحيف إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني يوم إبراهيم جاء إلى مكة، فبعض الرواية يقول حبس عن مكة القتل، يضع بدل نقطة الفيل نقطتين فيصحف إلى القتل. تفضل. قال وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلط عليهم هنا مضبوطة كده في غيرها. حبس وسلط. تفضل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا فإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما في أن عفوا فمن قتل له قتيل، لأن الذي قتل لا اختيار له، لكن أولياؤه هم الذين لهم الحق. لا يقال فمن قتل فهو بخير النظرين، إنما من قتل له قتيل. نعم. تفضل. قال إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتص من القاتل. نعم. قال فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. شكر الله لك المعنى، والله تعالى أعلم. قبيلة خزاعة وهي قبيلة كانت تعبد الملائكة، ولكنهم كانوا حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانت قبيلة بني
بكر بن سعد حلفاء للمشركين، كانت قبيلة خزاعة حلفاء للرسول عليه الصلاة والسلام. قتل رجل خزاعي رجلا من بني ليث في الحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا وذكر بفضيلة مكة، فكان مما ذكر به أنها لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. الخلا هذا الحشيش وما شبهه. فالعباس هنا لم يذكر اسمه، فقال إلا الإزخر يا رسول الله، يعني استثني لنا من الذي نقطعه من الأراضي الإزخر. الإزخر الحشيش، الحشيش الأخضر الأخضر. لماذا إلا الإزخر؟ يعني كانوا يبنوا طوب، نحن عندنا هنا كنا عفوا نصنع طوب لبن، تضع مع الطين تبن، يعني بعض التبن حتى يتماسك الطين بعضه إلى بعض. فما كان عندهم قمح، كان عندهم حشيش ينشفوه أو يضعوه بين الطين حتى يتماسك الطين. فهذا قوله فإنا نصنعه لقبورنا، يعني نبني به القبر، ولبيوتنا أثناء البناء أيضا نستعمله في تصنيع الطوب، تصنيع الطوب والقطع، فيجعل الطين أشد تماسكا. فالذي قال إلا الإزخر هو العباس، فجزى الله العباس خيرا، يعني كان سببا للتفريج عن أهل مكة في هذا الباب. والذي قال اكتب لي يا رسول الله، يعني مر من يكتب لي، لأن الرسول كان يوميا، رجل يمني يقال له أبو شاه، وحديثه مشهور اكتبوا لأبي شاه، شاه قال أراد أن يستوثقها من هذه المعلومة وأن يحفظها، قال اكتب لي يا رسول الله هذه الخطبة. أمر النبي من يكتب له هذه الخطبة، ففي دليل على جواز كتابة العلم. والدليل الأول حديث علي عندنا في هذه الصحيفة العقل، هذا الدليل الثاني. تفضل. قال حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني الملقب بحية الوادي، وحية الوادي لقب بها ابن المديني لسعة حفظه. علي بن المديني لقب بحية الوادي لسعة حفظه، وكان من أعلم أهل عصره بعلم علل الحديث، وشيخ البخاري. والبخاري يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني. فعلي بن المديني كان عالما جيدا بالعلل، ولكن قدر الله عليه أنهم لم يصبر في الابتلاء، ابتلاء فتنة خلق القرآن، فأجابهم إلى ما طلبوه منه. فلما كشف الله الغمة وعتب لماذا تكلمت بخلق القرآن، لأن فتنة عمت، فتن بها الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك، كل علماء ذاك الزمان، أي عالم مشهور يعرضون على هذه الفتنة، ما تقول في القرآن، الذي يقول مخلوق يتركوه، يقول غير مخلوق يحبسوه، ما يحبسوه يضربوه أو يهرب. فعلي بن المديني أجابهم إلى ما طلبوه منه. فلما كشف الله الغمة وعتب قال وضعوني والله في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، فتأول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإمام أحمد لم يعجبه هذا القول، وكان يقول يستدل بحديث عمار قتل أبوه أمامه وقتلت أمه أمام عينيه، وهذا قالوا له سنفعل، هذا ما ينقل عن الإمام أحمد. ولكن ظني والله أعلم أن الإمام أحمد كان شديد العتب على ابن المديني، لأن كان يحبه ومن العلماء الأجلاء، فلما قال ذلك يعني أحيانا الشخص يشتد على شخص ما لا يشتد على غيره، ممكن كلام يقبل من غيره، لكن هو كعالم ما يتوقع منه ذلك، نسأل الله الثبات. تفضل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، وسفيان بن عيينة معروف به علي بن المديني. تفضل. قال حدثنا عمرو أخبرني وهب بن منبه، عمرو سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار،
عبد الله بن وهب عن عمرو هو عمرو بن الحارث، شعبة عن عمرو هو عمرو بن مرة هو عمرو بن مرة، مفهوم الكلام؟ يعني شعبة عن عمرو عمرو بن مرة، ابن وهب عن عمرو عمرو بن الحارث، سفيان عن عمرو عمرو بن دينار. نعم. قال حدثنا عمرو أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة. همام بن منبه. نعم تفضل. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني عبد الله كان أكثر حديثا مني لأنه كان يسجل وأنا أبني على الحفظ، ففي كون عبد الله بن عمرو كان يكتب ترخيص بالكتابة العلم. نعم. قال تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال. وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الذين كان يرى الإمام مالك أن اتفاقهم حجة، وهم سبعة علماء كبار من علماء المدينة من علماء التابعين، كان مالك يحتج بقولهم إذا اجتمعوا على رأي واحد، وقد نظمهم الناظم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. واضح الكلام يا جماعة؟ تفضل يا شخص. عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا. الشاهد من هذا قول النبي هلموا أكتب لكم كتابا، فبيجوز كتابة العلم. تفضل. فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا الحديث تقدمت الإشارة إليه مرارا بما حاصله أن الشيعة يستغلون هذا الحديث للطعن في عمر رضي الله عنه، فيقولون ما حاصله إن الرسول في مرض الموت، ويقول هذا عندكم في البخاري قال هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فاعترض عمر وقال العباس قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا، فعمر قال حسبنا كتاب الله. وفي بعض الطرق أن النبي هجر تكلم الكلام الذي يتكلم به المريض أثناء مرضه لو ثبتت اللفظة، فحصل نزاع بين العباس وعمر، تبعت هذا طائفة وتبعت ذاك طائفة، فلما اختلفوا طردهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أو أخرجهم قال قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال العلماء كان الاختلاف سببا لرفع الخير، فلذلك ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية المصيبة كل المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب، ما حال بينه وبينهم إلا الاختلاف إلا الاختلاف. فطبعا من أهل السنة من يدافع عن عمر في هذا الموقف، قل هذا من سديد قول عمر لأن النبي تكلم كلاما في المرض، ومنهم من يقول بأقوال أخر، والتحرير باختصار شديد وبدون تكلف وتعسف
أن هذا من المسائل التي اجتهد فيها عمر، وعمر قد يجتهد ويصيب وقد يجتهد ويخطئ، فنراه أخطأ في هذا الباب إذ لم يمتثل حديث النبي هلم وأكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. لكن يبقى العتب على الشيعة الذين يتخرصون ويقولون إن النبي كان سيكتب في الكتاب وصية بالخلافة لعلي. طيب من أين أتيتم بهذا؟ النبي لم يكتب. من أين أتيتم بهذا أن النبي كان سيكتب الخلافة لعلي بن أبي طالب؟ ما عندهم أي مستند أن النبي ما كتب. فهذا وجه الرد على الشيعة، وهذا وجه التحرير في المسألة باختصار، ولا داعي للتكلف الشديد الذي يجعل لخصمك عليك أيضا سبيلا، يجعل لخصمك عليك أيضا سبيلا، والله أعلم. هذا في دليل على أن النبي قال هلم أكتب لكم كتابا. إذن البخاري الآن ساق في باب كتابة العلم ومشروعية ذلك أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه أنه كان عنده صحيفة فيها العقل الديات، حديث آخر اكتبوا لأبي شاه، حديث ثالث حديث أبي هريرة ما أخذ أحد الحديث أكثر مني إلا ما كان ابن عمرو يكتب ولا أكتب، الحديث الرابع هلم وأكتب لكم كتابا. فاستدل البخاري بهذه على أنها نواسخ لحديث، ولم يخرجه، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه، نواسخ له لو ثبت هذا الخبر، ولكن قد روي موقوفا. في الباب بلا شك أدلة أخرى كثيرة. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. عندنا كتابة الرسول صلح الحديبية، يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. كتابة سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كتابة الرسول الرسائل للملوك، وباب غزير. وإنما لو سلم الأمر لكان هذا في البدايات حيث يراد التفريق بين الحديث وبين القرآن، لا حتى لا يلتبس هذا بذاك، والله أعلم. هلم أكتب لكم كتابا، أمر من يكتب لكم كتابا. ماذا يقول؟ الحديث علي في الصلح كتبنا ذكرناه يا نائم، صح النوم يا نائم، ذكرنا قصة صلح الحديبية الآن. نعم لعله كان نائما يحلم فاستيقظ. نعم قول أبي هريرة أن عبد الله بن عمر ومعلوم أن أبو هريرة هو أكثر الصحابة. هذا استقراؤك أنت. أبو هريرة يقول ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ابن ابن عمر. فأخوكم يقول كيف احنا نعرف أن أبو هريرة أكثر؟ نقول بإجابات، إن إما أنه قال ذلك ولم يكن استقصى، أو أن كثيرا من أحاديث عبد الله بن عمرو لم تنقل نقف عليها في بين أيدينا الآن، والله أعلم. كل سلسلة عمرو بن شعيب عن نبيه عن جد الجد عبد الله بن عمرو. نعم متابعة متابعة لا هو بيقول لك انفراد همام، همام ثقة يعني ما يتكلم فيه إلا في رواية الإسرائيليات. أحد له سؤال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، هل هذا يدل على أنه وافق قول عمر رضي الله عنه؟ هذا من التكلف، هذا بدأ التكلف الذي يتكلف. يقول هل قول الرسول قوموا عني هل هذا موافقة لعمر؟ لما قال نسمح خلي رجل أسير في الصلاة، ده مسألة ثانية، ده حديث آخر، هذا حديث آخر. يعني هل قول الرسول، مدام الأجوبة التي لا ترتضى، يعني أن هل الرسول لما قال للصحابة قوموا عني فالذي أنا فيه هل هو تزكية لقول عمر؟ واضح أنه التكلف. نحن نحب عمر بس كل الإنصاف مطلب، الإنصاف مطلب. نعم لا يقتل المسلم بكاف،
بحسبه. الديات تقوم و... نعم تفضل. اجتهد فجنبه الصابئ المشكلة. هل كل اجتهادات عمر أصاب فيها؟ اجتهد عمر في مسألة أخطر من هذه بكثير وخطأه الصحابة. اجتهد في منع الناس من التمتع في الحج ويضرب الناس المتمتعين في الحج ضربا، والنبي والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اعترضه عمران بن حصين أشد من مسألة هذه. نعم الإنصاف مطلب يا جماعة، الإنصاف مطلب. إذا كان فرعون لما قال لموسى عليه على موسى السلام ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أقره موسى فقال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا فعلتها إذن وأنا من الضالين، وقال الحق ففرطت منكم لما خفتكم. فإقرار الخصم أحيانا على ما هو عليه من الحق أولا أمام الله تدين تتدين به، ولم يقل للرسول في شأن الشيطان صدقك وهو كذوب، ماشي ما في مشكلة أبدا يعني. هذا اللي يخلي الناس تنقض عليك يعني، هذا الكلام يجعل الخصوم ينقضون عليك، يقول أنت متعصب أعمى أنت كذا أنت كذا. واحد اجتهد وجانب وصاب أو اجتهد وأصاب واردة يعني. قال عن نفسه في صلح الحديبية فعملت لذلك أعمال، لا تثبت لفظة فعملت لذلك أعمال مرسلة يعني، مرسلة فيها انقطاع. نعم وكذلك إن الملوك إذا دخلوا خرجت. جزاك الله خير يا دكتور سعد، ولا الشيخ سعد أيهما أحب إليك، نفع الله بك وسلمك الله وأثابك الله. جزاكم الله خير. وأنا أنصحك نصيحة أرجو بها وجه الله، ألا يشغلك الطب عن كتاب الله وسنة رسول الله، خذ هذا وذاك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد تجد في بلدتك على أقل تقدير، على أقل تقدير في هذه القرية، قل على أقل تقدير من وجهة نظري أكثر من 300 طبيب، ده أقل تقدير. كلية تدفع كل سنة يدخل مثلا كلية الطب 20 شخص غير متخرجين، لكن كم عالم. فاجتهد في هذا وذاك، اجتهد في هذا وذاك ولن تخيب أبدا إن شاء الله. أتاك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفقك عذاب الله. بارك الله. نشكر الله تعالى ثم نشكر شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا أيها الأحباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لك.